الله يرحمه ويحسن إليه، كان إنسان متواضع ومحبوب وخلوق. هو إنسان على خلق كان راقي ومحترم، وأنا بعزي مصر كلها في هذه الشخصية العظيمة الجميلة الراقية، وبعزي جمهور النادي الأهلي فيه، وبعزي أعضاء الجمعية العمومية كلها. هذا الرجل طول عمره في النادي الأهلي، وطول عمره نجم من نجوم النادي الأهلي، وطول عمره راجل من رجالة النادي الأهلي الأخفياء المخلصين للنادي والمخلصين لعملهم. ويكفي ان هو خد مرتبة وزير الشباب والرياضة وما عادش فيها كتير، لكن راجل على خلق، وخلقه دسم جدا، انا ما مرتش باخلاق زيه الحقيقه. كابتن عمري يعني ما شاء الله كان يعني عنوان النشاط، دايما كان بيبقى متواجد من الصباح الباكر في النادي، بتلاقيه متفقد لاحوال النادي، لو في اي مثلا شكاوى او حاجه كنا بنتوجه لكابتن عمري، دايما تلبوس تلاقيه متابع اول باول، لو في ماتشات لكره قدم هاندبول بتاع، دايما يعني كابتن عمري كان متواجد. مما لا شك فيه ان هو كان انسان اولا محترم جدا في النادي، والناس كلها كانت بتحبه، الأعضاء واللعيبة ويعني كل النادي. رحمة الله عليه العمري فاروق كان شخصية مميزة جدا جدا جدا، من وهو صغير خالص وتحت السن. باختصار أقدر أقول على عمري الله يرحمه أنه واحد مننا، أهلاوي قوي، جه من وسط الأعضاء، ما كانش رياضي مثلا بيلعب كورة أو غيره، لا ده واحد مننا أهلاوي صميم، دافع عن حقوق النادي والإيمج بتاعة النادي بكل طاقته بكل قطرة في دمه، وكان السهل الممتنع. إن أنا الحقيقة أشهد له إن هو كان في منتهى الاحترام ومنتهى الأدب ومنتهى الحب والتواضع للأعضاء اللي كانوا موجودين، خاصة في وقت الانتخابات وبعد وقت الانتخابات. يعني كان بينزل ما فيش أي حد بيطلب منه حاجة إنه يتصور معاه مثلا أو يقف معاه، إلا كان يتكلم معاه في منتهى التواضع في منتهى الأخلاق العالية، وده طبعا شرف للنادي الأهلي، وأنا أعتقد إنه هيبقى رمز من رموز النادي الأهلي لا يمكن هننساه أبدا. شخصية محترمة جدا، وأنا أعرفه من زمان، أعرف والده الله يرحمه كمان يعني من زمان قوي أنا علاقتي بيه. إنسان بجد إحنا فقدنا شخصية، النادي ده خسر شخصية جدا 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 في أخلاقه وفي طباعه وفي جهوده اللي بيعملها للنادي وحبه وإخلاصه للنادي بتاعنا. الواحد بجد بيحزن، بس ده أمر ربنا وقضاء ربنا لازم نتقبله. من الناس طبعا المحترمة جدا جدا يعني في المجتمع، وأولا طبعا هو ابن أصل وابن عيلة كبيرة ما شاء الله عليه. راجل طبعا كان بيحب النادي بشكل رهيب، من الناس المخلصين جدا في النادي، ومن الناس اللي يعني كان مجهودهم كبير جدا، ويعني موته ده خسارة كبيرة جدا لينا، ويا رب ان شاء الله ربنا يغفر له ويرحمه ان شاء الله ويجعل مثواه الجنة.